يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجمونكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ورحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد إخوان الأعزاء عظم الله أجوركم بمصابنا بإمامنا الإمام الصادق عليه السلام وبذكرى استشهاد الشهيد الصدر محمد صادق الصدر ونجليه الشهيدين فإلى أرواحهم الطاهرة وأرواح الشهداء كافة والعلماء وأماتكم وأماتنا رحم الله من أهدى الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء رحم الله أماتكم لأن هو إحياء بالحقيقة ذكر أهل البيت هو إحياء للقلوب وجودكم بهذا المجلس هو نصر لمحمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وبالحقيقة احنا بأشد الحاجة لهذه المجالس لأن السيد الصدر عندما ارتدى الكفن أراد أن يوصل للناس رسالة وأراد أن يوصل للناس فكرة وأوصلها بكل جدارة بوصف أهل البيت عليهم السلام أفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر بعد أن عاشت الأمة ظلم وهذا الرجل لعنة الله عليه صدام وأمثاله وحزبه ركع الناس وأذل الناس وإذا بهذا الصوت الهادر من مسجد الكوفة المعظم وهو يقول كلا كلا للظالم كلمة ترى جدا عظيمة اللي عاش ذاك الوقت يعني عظيمة بكل ما تعني الكلمة اللي عاشوها اللي ما عايشها إلى حق يقول لك شنو يا معود وإذا قال كلمتين بس أنا أخوكم واحد من ضحايا صدام يعني أنا عدم صدام 5 من إخواني ما يسلمك الجثة
إلا تعطيه فلوس الطلقة القتل بها أخوك. نظام بهذا بهذا العتو وهذا الجبروت، ويرتدي هذا الشهيد الطاهر الكفن ويقول للأمة انهضوا، الله الله بالمذهب. أنا ما أريد أطيل عليكم، الآن مع فقرة للأخ أو الحبيب منتظر الساعدي، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. الثاني على حب الحسن والحسين بأعلى أصواتكم. للتعجيل في فرج المولى صاحب العصر والزمان ولقضاء الحوائج وسلامته وسلامتكم. الثالثة بأعلى أصواتكم. لا أدري جئت مباركا مسعاك يا محيي الجمعات أم أنعاك، حيا ستبقى للطغاة مقارعا خسئ الذي في سيفه أرداك، ومضيت تسعى للشهادة جاهدا، ففم الزمان مرددا ذكراك، أسست فكرا للأنام مميزا، فالله نور محمد أهداك. جاهدت في نصح الشباب وهديهم، لست أثروا لاستأثروا سبل الهوى، لولاك عبدت دربا للكرامة نيرا حتى الجزاء نسير في مسراك، أصبحت للأحرار أعظم قائد، حاشا لمن رام العلا ينساك. صلوات وصلي أحسن بالقلوب صاير، وصلي ومقامك ياهو يا محمد، بويا وصلي منو مثلك لبس شفنا، يا بويا وصلي بويا منو مثلك يا صدر الدين لبس شفنا، يا وصلى وقف وقفة علي حمي الحمية. صلوات
وجمعك 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 كلها احتارت بطرحك وجمعك. لخدام الحسين الشعراء السيد نبيل أبو العيس الكاظمي والشاعر رعد الشريخي يقول وجمعك وجمعاك كلها احتارت بفكرك وجمعاك وشملك للخلق شاهد وجمعاك الكوفة تفاخرت باسمك يا ابو مأمية وجمعاك وعليك يلوك تاج المرجعية هيا هيا وعليك يلوك تاج المرجعية هيا 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 المرجعية. يقول مرت مرت الحياة بغيبتك مولاي مريت او مثل نسمة هو على الناس مريت 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 متنا وياك يوم المتيت بويا متنا وياك يا ابو مأمل يوم المتيت يوم المتيت مريت خذت كل شي وبقت نارك سرية هلونا هذي هيا هيا خذت كل شي وبقت نارك هيا 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 كسري هيا 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 وردة مشى بدرب الحسين ونهل يقول ورده ورده يا يا مش بدرب الحسين او نهى الورده يا تخضبا من دماء الجفن يقول ورده ورده هو الذل يزيد العصر يقول هو الذل يزيد العصر ورده ورده وصبح رمز الخلود بهالبرية هيا هيا وصبح رمز الخلود بهايا هيا 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 البرية صل على محمد وآل محمد. بالآهويل دمعة ننعك الجمعة بالآهويل دمعة ننعك الجمعة من بعدك نعيش بغروب صدع مصابك القلب من بعدك نعيش بغروب صدع مصابك كل قلوب يا سيد الجمعة وانا صوتك يا سيد الجمعة بالقهوة الدمعة بالقهوة الدم لا تخجل طلع لي صوتك ننعك الجم من بعدك نعيش بغروب صدع مصابك كل قلوب يا سيد الجمعة يا سيد ال دين الرسول المصطفى نهجك حفاظ منهاجه نورت العقول بفضل انوارك الوهاجه
أنوارك الوهاجة بيها اهتدت حتى الغجار لهذا الوعظ محتاجة ذبحوك مثل ابن النبي القطعة ومنه وداجة صوتك بقي يعلى هيهات للذلة صوتك بقي يعلى هيهات للذلة واحنا مشينا بهالدروب صدع مصابك كل قلوب يا سيد الجمعة هالكلمتين وياي يا سيد الجمعة بعلى صوتك يا سيد سورة الجمعة صدعت آياتها تنعاكم انت الحيات لها الفروض تتشكر المسعاكم مسجد الكوفة للحشور مولاي ما ينساكم بالتوعية واروع خطب هددت من اعداكم للبعث ذليته الكرسي هزيته يلجنت للحوزة قطوب صدع مصابك القلوب يا سيد الجمعة وينك يا سيد الجمعة بالآهو الونة بالآهو الونة يا سيد ننعاك الجمعة بالآهو الونة ننعاك خادم الحسين الأستاذ الشاعر السيد نبيل أبو العيسى غاتي بعكازة وبسيف وكفن أبيض رهبت عداك لا ما أبايع طاغية مثل أبو اليم لائك بالرحمة دلالك نبض والناس كلها بنائك والليث الابيض يا الابي اشهر وعز اسمائك ما غرتك دنيا فانيه ومقضيه ما غرتك دنيا فانيه ومقضيه دنيانا ويانا حروب صدع مصابك كل قلوب وينك يا سيد الجمعة هلا هلا يا سيد ننعاك بالقهوة الدمعة والقهوة ننعاك الجمعة يا سيد يا سيد يقول بنفسك فدية المعتقد واثنين من أولادك من فيض دمك سجلت مثل الحسين مجادك عايش ويانا وما متيت خالد مثل أجدادك ويا الحسين وصحبته بهالمنزل الرب رادك أصبحنا أيتاما نتذكر أيامك أصبحنا أيتامك نتذكر أيامك فرقاك يا الغالي صعوب صدع مصابك القلوب يا سيد الجمعة جاوب لولا يا سيد بالقهوة الدمعة بالقهوة الدمعة
يا سيد أبيات الدعاء يقول كانت الواد محايرة ليل الجهل عاميها وبزغت من برج الأمل الدرب الهدى يهديها شافتك يا المرجع شمس بأفكارك تضويها وشرحت للحوزة الصدر الأجيال تدرس بيها ما ينهدم صرحك وما يندم الجرحك ما ينهدم صرحك ما يندم الجرحك يا الناحتي عليك الكتب صدع مصابك كل قلوب يا سيد الجمعة تعال الروح تريدك تعال وتبوس ايدك تعال الفقرة تريدك لو بس جمعة مشيت واحنا بابك مشيت طال غيابك مشيت غيرك ماكو ينشف دمع إلى شرف النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين وإلى أرواح جميع أموات شيعة أمير المؤمنين من لا يذكرهم ذاكر وليس له من وريث وإلى روح الشهيدين الصدرين والنجلين الطاهرين والعلوية الطاهرة آمنة بنت الهدى وكل علماؤنا الأبرار شهداء الإسلام ولقضاء الحوائج وشفاء المرضى ولتعجيل في فرج المولى صاحب العصر والزمان نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. أحسنتم ولا بارك الله فيك جزاك الله ألف خير. حقيقة ممارسة الدين والولوج في المجتمع لتبليغ الدين راح تثار أي إنسان يقوم بهذا الدور تثار حول الشبهات والسيد الصدر لم يخلو من هذه الشبهات كما لم يخلي من سار بنهجه من قبله كما تثار الشبهات حول زيد ابن يحيى الشهيد وكذلك تثار الشبهات على المختار ليش ثار وكذلك أثيرت الشبهات حتى على إمامنا الصادق سلام الله عليه اللي إحنا الآن نحيي ذكراه. بالحقيقة الإمام الصادق أشوف الآن علوم أهل البيت كلها من الإمام الصادق. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى هيأ له فرصة وهي نهاية الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية طت فسحة من ممارسة الدين ونشر علوم أهل البيت عليهم السلام. كذلك السيد الشهيد اللي نحيي ذكراه هذا اليوم هو كما قال وصرح أن الله سبحانه وتعالى أتاح لي فرصة أن أنزل إلى المجتمع فبعض الناس لعله عالق في ذهونهم أذهانهم بعض الشبهات فأنا بالنسبة لي كخادم لكم أنصح كل من في باله بعض الشبهات حول السيد حتى لا يكون السيد يوم القيامة يقف ويختص من عنده ويقول تعالى ظلمتني وترى أكبر ظلم متوجهه للسيد رحمة الله عليه إحنا ما نريد نثير الشجون بس هو هذا الواقع اللي عشناه وشفناه أنه شكك بمرجعيته شكك حتى بنسبه الطاهر رحمة الله عليه فإحنا حقيقة نسأل من الله أن يوفقنا وإياكم للسير على نهج محمد وآل محمد أهلا شيخنا حياك الله تفضلنا شيخنا تفضلنا نانا شيخنا نانا وكما هو أوصى دائما يوصينا يقول أوصيكم بالفاتحة والدعاء إلى فإحنا اليوم نعيد عليكم قضية الفاتحة أكثر من مرة لأن هذا أقل ما نقدمه للسيد الشهيد حسب طلبه رحمة الله على روحه فنستقبل الخال العزيز أبو منتظر الساعدي بشعره بحق هذه المناسبة
مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم تعظيما من عنده إن شاء الله تعالى بهذه الذكرى الأليمة. أنا رأيت أن أقرأ مقدمة لطيفة قبل القصيدة بصراحة، ولو شوية أطول عليكم بس اسمحوا لي، لأنه هي تتعلق بترابط السيد الصدر الأول مع السيد الصدر الثاني. حقيقة هو عداء متراكم، يعني أنا راح أحكي بعد ما بها كل مستحق، أحكي من كل قلبي. فالعداء متراكم وقديم، وأنا يعني السيد الصدر الأول رحمة الله عليه شفته بالتسعة وستين سبعين، صليت وراه وشفته واقتديت به وقلدته إلى أن جلست هذا العملاق، بعد ما بها مجال أجينا وياه. كان السيد الشهيد الصدر الأول قدس الله سره الشريف، طبعا لا سيما هي هاي تراهم أيام ذكراه وهو مظلوم، يعني قبل أيام الصدر الأول مرت ذكراه دون أن يذكره إلا القليل. يقول إن الحالة التي وصل إليها شعبنا تستدعي إراقة دم كدم الإمام الحسين عليه السلام، وها أنا مستعد للتضحية وسوف أخرج إلى صحن أمير المؤمنين عليه السلام في وقت تكتظ فيه الناس، فأظل أتكلم وأتهجم على السلطة وأندد بجرائمها وأدعو الناس إلى الثورة عليها. هذا الصدر الأول، قد يكون ما تدرون شان يسوي، إلى أن تضطر قوات الأمن إلى قتلي في الصحن الشريف أمام الناس. وأرجو أن يكون هذا الحادث محفزا لكل مؤمن وزائر يدخل الصحن الشريف، لأنه سيرى المكان الذي سوف أقتل فيه فيقول ها هنا قتل الصدر. كثيرين طبعا يدعون أنه الصدر الأول هو، خلاص بعد يوقفون، يعني شلون وقفوا عند الإمام الكاظم عليه السلام، يغضون النظر عن العملاق الثاني الجبل الثاني والثالث. فيقول ها هنا قتل الصدر، وهو أثر لا تستطيع السلطة محوه من ذاكرة العراقيين. وكان رضوان الله تعالى عليه قد أحكم نظاما وخطة متقنة على شكل قيادة نائبة تحل محله، وآخرين من بعدهم يحلون محلهم فيما لو قتلوا. أسماءهم موجودة، قسم منكم يعرفونهم، بعد أن يعلن هو أسماءهم في خطبته الموعودة، يعني يكون ينقتلون هذول. إلا أن تلك القيادة النائبة أو قل الخائبة حينما أدركت أنها ستقتل من بعده خذلته وتركته وحيدا رهن الحجز والجوع والمرض هو وعائلته الشريفة في بيته. فمنهم من اعتذر، ومنهم من تنصل، ومنهم من هرب، ونعرف أغلب أسمائهم. حتى قال حينئذ تبددت كل التضحيات والآمال، وإنني لن أتنازل للعفالقة، وسوف أقتل إلا أنني لا أريد أن أقتل في الزنزانات، وإن كان ذلك شهادة مقدسة في سبيل الله، بل أريد أن أقتل أمام الناس ليحركهم مشهد قتلي ويستثيرهم دمي، فهل تراني أملك شيئا غير سلاح الدم؟ ثم غاب ذلك المفكر العملاق، وغاب معه رجال أشداء كثيرون، وكاد أن ينساه الناس ومن ضحى من أجلهم. وأكثر المتناسين هم أقرانه في الحوزة. قول لا، ما تقدر تقول لا. وأكثر المتناسين هم أقرانه في الحوزة وطلابه الذين تخاذلوا حتى عن إقامة الفاتحة لهذا الصرح العظيم، عدا الشيخ الشهيد السبزواري أو السيد ما أدري، قدس الله روحه في الجنة. فتلبدت الغيوم وظلمت السماء على هذا الشعب المغلوب، وتفرق المؤمنون في كل أرض يهيمون،
وبدأت أغلب الناس تفقد البصيرة وتنسلخ عن الشهامة والغيرة، فتعطلت الأحكام وتعدي على حدود الله العظام. هاي ترى حقائق احنا لا نخجل منها، صارت يعني. حتى أمست إذا يعثر الرجل يسب الحسين عليه السلام، العراقي هو العراقي. حتى أمست ليلة العاشر من محرم الحرام مسرحا لرقص الغجر وأغانيهم. شوف الله سبحانه وتعالى شلون هذولا قدر يغيرهم الصدر الثاني، هاي معجزات، والله معجزات. حتى أضحت ليلة أمست ليلة العاشر من محرم الحرام مسرحا لرقص الغجر وأغانيهم، بدلا من إقامة الشعائر الحسينية المتنوعة والتي انفرد بها الشعب العراقي، فأضحى شرب الخمر أمرأ من التلذذ بالماء، والكفران والبذاءة سائدة في هذا المجتمع المهضوم. ولطالما استهزئ بمن كان يصلي ويصوم. هذا ملة، هذا شيخ يتكنون يعني، وغير ذلك الكثير الكثير تعرفونه كله. كل تلك المرارات والناس لا راعي لهم يأمرهم أو ينهاهم سوى الهدام المقبور. فلم تكن في تلك الأجواء المتلبدة البائسة أي تشارة من الحوزة، بل كأنها لم تكن ولا كانت، فهي مشغولة بالدرس ولم الحقوق، لمن لا يفلت منهم درهم ولا دينار. أترى أو تظن أن البارئ سبحانه بعد كل هذه المحن والمآسي قد غفل عن هؤلاء الناس؟ أم أنه جل جلاله قد نسيهم وهو الذي لا يضل ولا ينسى؟ كلا وحاشا، فإن ربك بالمرصاد، فقد ادخر لهم صدرا ثانيا قد هيأه وهذبه بنور الإسلام واكتنفه بركنه الذي لا يرام، فادخره لتلك الأيام الجسام، فأنزله رحمة من عنده أطل بفجر الدين المنسي مدويا بشعارات لم يألفها الناس من قبل بنعم نعم للإسلام. ماكو نعم نعم، ترى حتى بعض الشعوب قامت تنادي نعم نعم، نو نو وور نو، كلا كلا، ما شو بالانجليزي بالعربي، منين من الصدر، بنعم نعم للإسلام بدلا من القاتل الهدام، وكلا للشيطان، وغيرها من الشعارات المثيرة للعجب العجاب. وهكذا شرع الصدر الثاني يزلزل الأرض الرصينة من تحت أقدامهم، ويسوق الناس بعصاه الموسوية إلى الإمام المهدي صلوات الله عليه وسلامه، كما جاء ذلك في روايات أهل البيت عليهم السلام بالبحر. أنا شايف يوصف العود عوشية والأبيض. فالتفت من حوله الملايين بقلوب ملؤها الشوق واللهفة لتلك الدرر التي يفرغ بها عن قلب لا يعرف للخوف معنى ولا يشوبه أدنى تردد أو شك من النهوض بما قد رسمه له منقذ البشرية صلوات الله عليه وروحي فداه. فقد فتح 70 فمن لعباد صالحين شرعوا بلم هذا الشتات المتهاوي ليؤسسوا قواعد راسخة تزول الجبال وهي لا تزول، غير آبهين بكل أنواع البطش والفتك من ذلك النظام الجبار الذي أرعب الناس حتى في أحلامهم. شرعوا وهم يستمدون الشجاعة والجرأة في الله من سيدهم وقائدهم العملاق الذي لم يفتأ يبني قلوبا كالحديد تنتظر ما قد يأمر به أو ينهى عنه. فأضحت صلاة الجمعة التي منيت بالنسيان في مسجد الكوفة المعظم منذ أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلامه، أضحت مدرسة لم يترك فيها السيد الشهيد الصدر الثاني قدس الله سره الشريف أمرا صالحا وهاما إلا وحفره في قلوبهم وزرع فيهم تعاليم الدين القويمة. وحتى الغجر لم ينسهم، فتهافتوا على صلاة الجمعة زرافات ووحدانا. ولو توغلنا في سبر جنبات هذا المشروع الإلهي الهائل وفي غيره من عجائب هذا الكوثر المهدور
لبقينا حتى الصباح ولم ننتهي. فتعال معي لنفتح قلوبنا أمام الله ونبدي صراحة بريئة من كل غل أو تحامل أو ضغينة، فنذعن أمام حقائق جلية نظمتها لكم في أبيات شعرية. وأنا أعتذر ثانية عن الإطالة اللي طلبت منكم شوية. يعني سبحان الله، من صارح النفس بعد توهمي أو عاهد الحق بعد تفهمي، أو نزع الظلم أو نزع الظلم من أحشائه، يكون ينزع الإحقاد ما يخليه، أو نزع الظلم من أحشائه، أو سمل العين الحسود العمي، سيلقى الصدر نبعا صافيا عذب فرات لم يلثمي، سيلقى الصدر بدرا ساطعا من حوله النجوم لاذت تحتمي، سيلقى الصدر شمسا طالعا شعاعها لم يسأمي، سيلقاه ليثا هصورا أبيض بين فأر وخروف أو صنم عذرا. هذه الألفاظ. سيلقى الصدر شمسا طالعا كل لكن شعاعها لم يسأمي، سيلقاه ليثا هصورا أبيض بين فأر وخروف أو صنم عباد لطاغوت بهم لا يرحموا، بين بعث ورعديد أو نوم لا يرى غير ما درت معايشه، ومشغول بدولار ودينار أو درهم، ولو هاج صدام البغيض بجيشه أبغير الصدر كنا نحتمي. يا عبود، فهل من أحد قام يدوي بوجهه من غني أو فقير أو جاهل وعالم؟ قل لي بربك والنبي وآله، من أنقذ الناس من نار جهنم؟ فهل سوى الصدر صاح مدويا بأي حرف أو بلاء أو نعم؟ وهل ذكروا حسين العز وآله، أم سمعنا بمنبر أم من كلمي؟ ومن غير الغجر المحروم دهره، أغير شهيد الله ذاك العلم؟ كاد الصدر أن يحكم الناس كلهم بدين محمد وابنه القائم. سلام الله عليه وسلم محمد وعجل ورجم. لولا أن ثارت الأحقاد ضده من كل عدو وصديق أو ظالم، قام يجلو كل حيف كل ضيم كل غيم حالك متراكم. أنعم به من ظافر له باع ليس لغيره، بالسيف كان أو بالقلم. فسلام لأبيك، يعني سيد مقتدى، فسلام لأبيك منا آبد، ذاك حي لم يمت عند رب منعم، قد أخلف ابنه المقدام مقتدى، أكرم به من قائد ثم انعمي، أخلفه لصراع الحقد الدفين، لكنه بات حليما نبيها لم ينمي. شين هالتحمل وغيره ما تحمل. أخلفه لصراع الحقد الدفين لكنه بات حليما نبيها لم ينمي. أنا أعتذر إذا الأبيات بها قساوة، بس هو حقائق. أقلفه لصراع الحقد الدفين لكنه بات حليما نبيها لم ينمي، ناطورا أرعب السراق إذ هرعوا لشرق وغرب فباعوا كل القيم. ناطورا أرعب السراق إذ هرعوا لسراق لشرق وغرب فباعوا كل القيم، بلا حياء، أعتذر مرة أخرى، بلا حياء لخالتهم مهطعين رؤوسهم. ها خالتهم هاي ايش اسمها؟ رومنسكيو، تعرفونها. بلا حياء لخالتهم مهطعين رؤوسهم بعد جهاد مزور
باعوه بدرهم فبان منهم، فبان من هم أبناء السفارات. هسه يا هم أبناء السفارات، فبان من هم أبناء السفارات إذ راح كل يلوذ بها ويحتمي، حين عاداك النفاق بكل أذياله كونك طودا عصيا لا تلين ولا تنحني. لله درك ودر أبيك سيدي، حين لاح الوطيس الشديد الحمي، بوءوا بوءوا بنار جهنم عاجلا، لن تقيل عما فعلتم ولم ترحمي. جهنم ما بها مجال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والقائمين على هذه الذكرى العظيمة المباركة والحزينة، وإنه من توفيقات الله عز وجل لي وللأخوة أن نحيي ذكرى استشهاد الشهيد الصدر الثاني ونجليه، والتبرك بهذه بذكرى دماء الشهداء ودماء العلماء وجميع دماء شهداء الإسلام من الصدر الأول للإسلام وإلى هذا اليوم. ورحم الله من قرأ الفاتحة إلى جميع الشهداء وبالخصوص إلى الشهيد الصدر الثاني رضوان الله تعالى عليه، وإلى نجليه الشهيدين مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب وأي غريب سادتي، وأمن من لجأ إلى حصنكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لله ما صنعت فينا يد البين، لله ما صنعت فينا يد البين، كم من حشايا أقرحت منا ومن عيني، ما لي وللبين لا أهلا بطلعته، كم فرق البين قدما بين الفين، في الشرق هذا وذا في الغرب منتئيا، بعيدين غريبين عن بعد شجيين، لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير، لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير، وذو لسانين في الدنيا ووجهين
أخنا على عترة الهادي فشتتهم يا فما ترى جامعا منهم بشخص بشخصين بعض بطيبة مدفون وبعضهم يا بكربلاء وبعض بالغرية يا بالغريين وبعد وأرض سامرة وقد ضمنت يا بغداد وبدر حلا وسط قبره يا قبرين يا سادتي لمن انعى اسيا ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين أبكي على الحسن المسموم مضطهدا أم الحسين لقين بين الخميسين بأي حال أبكي عليه خضيب الشاب من دمه معفر الخد محزوز الوريدين خويا بعد الخدر يا حسين تقبل سبايا نمشي سبايا ولعند يزيد نوصل واحنا بنات النبي المرسل خويا ومن طبت الديوان نخجل وما ظن قلب ابو فاضل تبدل إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون تعجيلا لفرج المولى صاحب العصر والزمان طيب المجلس بالصلوات الله عز وجل يدعو الناس بصورة عامة والعلماء بصورة خاصة أن يكونوا ربانيين لماذا فهمنا الكلام موجه للعلماء بصورة خاصة لأن في ذيل الكلام قال بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أي بعلمكم يا أهل العلم يا حملة العلم والناس بصورة عامة لكن يتأكد الخطاب ويتشدد على العلماء أن يكونوا ربانيين لذلك أمير المؤمنين عليه السلام لما قسم الناس إلى كميل قسمهم إلى ثلاث قال هم ثلاث أما عالم الرباني يعني مرة عالم غير رباني ومرة عالم يكون رباني عالم الرباني أو متعلم على سبيل نجاة يطلب العلم وهمج الرعاع القسم الثالث ذولي شين صفتهم وصفهم أمير المؤمنين ينعقون مع كلنا فما معنى أن يكون الإنسان رباني وما معنى أن يكون العالم رباني هكذا ورد في الحديث أنه أصحب من تذكرك
بالله رؤيته. رباني أي أن حركاته سكناته، كلامه سكوته، تصرفاته متصلة بالله عز وجل، لله عز وجل. كل فعله فعله سواء تكلم أم صمت لله، تحرك أو سكن لله، كل عمله لله عز وجل. وهذا عمل صعب جدا، لا يتصور الواحد سهل، لأن الأهواء تتقاذفه من كل جانب، الشيطان يتربص به. أنك أنت من الصبح تنوي أن عملك فقط لله وليس لله شريك في ذلك العمل، فحركتك لله، سكونك لله، درسك لله، عملك لله، يصير هذا الشيء؟ يصير. حتى عملك تعمل تشتغل حتى تكد لقمة العيش، تجمع لقمة العيش لعائلتك، تكف بها وجوههم عن الناس. اجا واحد شاف الإمام الباقر يعمل بالمسحات، قال له شيخ من شيوخ قريش على هذه الحال في طلب الدنيا؟ قال له ماذا تقول لله إذا قبضك على هذه الحال؟ قال له الإمام الباقر، قال له لو قبضني على هذه الحال فأنا في طاعة لله. فالإنسان كل حركاته وكل سكناته وكل ما يقوم به إذا كان لله عز وجل فيكون هذا عالم رباني ورجل رباني. أما إذا كان العمل حتى لو كان بالظاهر حسن والعمل جميل لكن ما أريد به وجه الله، فهذا يقولون إنه رجل شيطاني والعياذ بالله. أما يعبد هواه أو يعبد شيطانه أو يعبد مثلا أصنام حجرية أو بشرية. فالعالم الرباني قال بما كنتم تدرسون الكتاب. أنتم لمن يا علماء لما تدرسون الكتاب وتعلمون الناس كونوا ربانيين. ومن صفات، إذا أريد نضع بعض الصفات للعالم الرباني، أول صفة يقول أنه يعمل بما علم. يعني أنت اليوم خاصة العلم إخوان، العلم جدا مهم في مدرسة أهل البيت وفي الإسلام. قال وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يستوون. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم يرفع صاحبه. يا كميل، إن العلم أفضل من المال، المال يحرسك وأنت، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. والعلم والمال ينقص بالنفقة، 100 دولار تنفق منها 50 ظلت 50، والعلم يسكو بالإنفاق، يزداد العلم كلما أنفقت منه. وهلك خزان الأموال، وين ذول المليارديريه اللي يذكرهم؟ والعلماء باقون ما بقي الدهر. ايش قصر للسيد مستشهد؟ باقي في قلوب الناس، في قلوب الأحرار، العلماء باقين إلى اليوم يذكرون الشهيد الأول، صاحب أصحاب صاحب اللمعة، الشهيد الثاني، الشيخ المفيد، علماء باقون ما بقي الدهر. فالعلم يرفع صاحبه. لذلك أمير المؤمنين في أبيات منسوبة له يقول الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، ونفس كنفس وأرواح مشاكلة وأعظم وفيها وأعضاء، إلى أن يقول ففز بعلم لا تبغي به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. إذن بما كنتم تدرسون الكتاب وبما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون كونوا ربانيين. أول شيء طلبت العلم. الصفة الثانية أنك تعمل بما علمت، وهذه الصفة المهمة جدا في العالم الرباني. أما علم الآن كل واحد يقدر يروح يتعلم علوم كسبية، يأخذ PhD مثلا بالطب، يأخذ يصير مجتهد بالحوزة، علوم. لكن في التطبيق إذا ما يوجد تطبيق هذا ما يقال، يقال عنه عالم لكن ليس بعالم رباني. فالصفة الثانية أنه يطبق العلم حتى يكون عالما ربانيا. لذلك الحديث عن الإمام الصادق، ونحن نعيش أيام الإمام الصادق، قال من تعلم العلم
وعمل به، اثنين شرط، من تعلم العلم وعمل به وعلمه لله، يعني ما أريد وجاهه وما أريد أموال، قربة إلى الله عز وجل دعي في ملكوت السماء عظيمة. هذا اللي العالم، لذلك جت الروايات مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله أقرب الناس درجة من النبوة، النبوة أقرب الناس درجة إلى الله، يعني إلى النبوة، هو العلم والجهاد، العلم طلب العلم والعالم والمجاهد في سبيل الله. فإذا تطبيق هذا العلم، شين تعلمت؟ أحكام الصلاة طبقها، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، طبق أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كنت منعك من تريد ترتكب معصية، منعك الصلاة عن ارتكاب الفحشاء والمنكر. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، كون الصوم يجعل عندك تقوى. فإذا عالم الرباني يرتفع عن ملذات الدنيا المحرمة، يكون عالم زاهد، يكون أسوة لغيره، ما عنده حسد إلى باقي الناس، وخاصة في العلم آفة العلم الحسد. عادة يقولون العلماء يعني ما عندهم معاصي وارتكاب معاصي، لكنهم يحسدوا بعضهم بعضا. لذلك العالم أنه إذا رأى عالما آخر قد سد مسده أو قام بالواجب، المفروض هذا خلص، يعني ليس بالشرط أنك تقوم بالواجب، الشرط أن يقام الواجب بأي أحد كان. إذا أقيم الواجب وتصدى غيرك فالسعيد من اكتفى بغيره، أما أكو ناس إلا هو مثلا يقوم بهذا العمل، فهذا اختبار للنوايا. قال حتى يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، يعني مثلا إذا إمام جماعة وصدى واحد غيرك الإمام الجماعة، إذا شفت في نفسك شيء فتشك بنيتك، لازم خلص تقدم واحد الثق به وعادل، خلص منبر حسيني تقدم أحدهم. فهذه الصفات صفات العالم الرباني، ومن صفات العالم الرباني أن إذا ظهرت الفتن فعلى العالم ألا أن يظهر علمه، على العالم أن يظهر علمه إذا ظهرت الفتن. فالعالم يبين للناس، العالم يصدى للناس، العالم يكلم الناس، العالم يصدى إلى الفتن، العالم يقف شوكة في عيون الظالمين والفاسدين. ومن أمثلة العالم الرباني اللي عشناه وشفناه وسمعنا عنه هو السيد الشهيد الصدر الثاني رضوان الله تعالى عليه. كل شيء الآن أنت إذا تدرس تضع يدك على حياة السيد الصدر الثاني، كل شيء يذكرك بالله، تواضعه، علمه، زهده، جهاده، شهادته. أعطيني شيء يعني في حياة السيد الصدر الثاني مثلا تقول هذا ممكن يدعو إلى نفسه مثلا، أو هذا والعياذ بالله يشتغل يعمل مع جهات خارجية. لما أقيمت صلاة الجمعة، وللعلم صلاة الجمعة حسب اللي تحقيق أنه ما أقيمت بعد شهادة أمير المؤمنين في مسجد الكوفة إلى أن طلع الشهيد الصدر الثاني، يعني من سنة 40 للهجرة توقفت صلاة الجمعة في مسجد الكوفة إلى أن ظهر السيد وأقامها وأحياها، نقول محيي صلاة الجمعة. فهذا فضل كبير الحقيقة. أنا ذكرت للأخوة أن الله عز وجل في القرآن الكريم يقول إذا نودي للصلاة، يعني إذا نودي يوم الجمعة للصلاة، الله عز وجل شي يقول فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. فعبر عن صلاة الجمعة أنها ذكر لله عز وجل، يعني هذول يجون يتعبدون الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، لقب عنه ذكر الله. رسول الله يقول لأحد الصحابة يقول له عليك بصلاة الجمعة فإنها حج الفقراء، يعني هذول اللي يصلون جمعة ويحضرون صلاة الجمعة هؤلاء يحصلون أجر حج الفقراء، يعني يذكرون بس صلاة واحدة 2 مليون مصلي في مسجد الكوفة في عهد السيد.
هذول يحصلون أجر ببركة ظهور السيد، لولا السيد تبقى صلاة الجمعة ما حد يحييها. فإذا هذه نعمة إلهية كبيرة صلاة الجمعة. حتى هنا أنا إخواني أنا أعذكم على إحياء صلاة الجمعة في المساجد، في وين ما كان يقام، أنا ما أدري يقام صلاة الجمعة، أحيوها، أكثروا من حضورها، يعني هذا ذكر لله عز وجل. فإذا الرجل رجل عالم رباني، لما أسمع خطبة من خطبه يقول خاف يقولون يعني السيد الصدر يريد هالنفسه، معنى كلامه أنه تعالوا أي مرجع أي مجتهد خلي يجي يصلي صلاة الجمعة وأنا أصلي مأموم خلفه. هذا ماذا ينبئك؟ ينبئك يريد الرجال يقيم صلاة الجمعة بأي رجل بأي عالم كان، مو إلا هو يصدي. ممكن أنا لا أصدي صلاة الجمعة، لا، إلا أنا الإمام وما أريد واحد غيري إمام. فهذا ينبئك عن صدق نواياه الرجل. ثانيا أنه لبس الكفن، وهذا لبس الكفن ينبئك عن أنه الرجل كان عنده تصميم، عنده خارطة الطريق أنه يستشهد في آخر المطاف. مرة واحد يخطط مخطط ويسقط النظام، لكن هو نعم نواياه يسقط النظام، يحرك الناس، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، لكن هو في تخطيطه أنه يستشهد بسبب هذه الصلاة وبتحفيز الناس وتذكير الناس في مجتمع غلبت عليه الفساد الاجتماعي والفساد السياسي والفساد الاقتصادي، وكان الشعب متعود على شرب الخمور والزنا والفساد، وصلت الحالة اللي كانوا معروفين بشرب الخمور والزنا والفساد والمعاصي يتكلمون بالاحتياط والاستحباب وأحكام الصلاة. إذن شني؟ انتعش الدين. المرأة السافرة غير المحجبة قاموا ما يصعدونها بالسيارة. النساء أجبرنا، سترضى ترضى أخو جيد، أما أكو ضغوط اجتماعية صير من باب الأمر بالمعروف. انتعش الدين في تلك الفترة. ذكر الله، المساجد، الحسينيات، فبحركته انتعش الدين، سوى قاعدة جماهيرية. اليوم احنا أحوج إلى هذه النهضة. فالرجل عالم رباني بأخلاقه بتواضعه، من تنظر له تذكرك الآخرة النظرة إليه. لذلك يقول اذكروني فإن في ذكري منفعة، من وصايا أنه استمروا على صلاة الجمعة. صلاة الجمعة مفيدة ومهمة للمجتمع. فرضوان الله تعالى عليه الجرأة والشجاعة، يعني منهجه ما كان أكو واحد ممكن يواجه، لكن يواجه بطريقة بها التواء أو طريقة بها تقية لا، الرجل واضح وصريح في شعاراته، يعني ما استخدم مثلا التورية، قال كلا كلا للشيطان، واضح المعالم، كلا كلا لإسرائيل، واضح المعالم الرجل، يعني واضح جدا، وكأنه هو مصمم على هذه الشهادة الشريفة التي نالها بكل شرف وبكل قيمة، قتلك قتلة الأنبياء. فإذا أريد نضرب المثال، علماؤنا الربانيين طبعا منذ الغيبة علماء، عالم بعد عالم بعد عالم بعد مرجع، ضحوا، الشهيد الأول، الشهيد الثاني، السيد المرعشي أحدهم حرق في الهند لما اكتشفوا أنه يبلغ إلى مذهب أهل البيت. فطريق المرجعية إخواني، طريق مذهب أهل البيت، طريق مضمخ بالدماء، وطريق نزفت عليه دماء كثيرة، ووصل لنا الدين ببركة دماء هؤلاء، دماء الشهيد الصدر الأول والشهيد الصدر الثاني. فحقا علينا من باب رد الجميل أنه نحيي ذكراهم ونتبرك بهم ونأخذ العظة والموعظة من ذكراهم. فالشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه كل شيء فيه ينبئك في علمه. الآن أكثر من 70 مؤلف عنده السيد، اللي أكو بعضهم مثلا يقولون قليل العلم، روح اقرأ مؤلفاته، منين تعرف علم الإنسان، أما يتكلم أو يألف ها
هل قرأتم مثلا ما وراء الفقه؟ هل قرأتم فقه الأخلاق؟ مؤلفات عظيمة. الشهيد الصدر الأول لا يحابي، رجل مفكر فيلسوف شهيد، ما أعتقد اثنين يختلفون على الشهيد الصدر الأول. يقول في موسوعة الإمام المهدي أنه مصنف لم يسبق تصنيف في تاريخ الشيعة منذ الغيبة، تصنيف في الإمام المهدي كما صنفه ولدنا محمد صادق الصدر. هذا فضل عظيم. في درسه في البحث الخارج، وكان بإذن من الشهيد الصدر الأول يدرس البحث الخارج، في تواضعه، في أخلاقه، في عبادته لله عز وجل، بحيث الشهيد والده السيد محمد صادق يشكو كثرة عبادة السيد الصدر الثاني إلى الصدر الأول، يقول له خلي خفف شوية كثير العبادة هذا الشاب رضوان الله تعالى عليه. لذلك هو أنا سمعت له بعض يسأله واحد أو شاب إجاري قال له أنت ما تخاف سيدنا يعني هيجي عندك جرأة وعندك هيجي هاي شجاعة؟ قال أنا كلي لله، حركتي لله، كلامي لله، نطقي لله. قال له ما يجي تفكر أنك تخاف؟ قال أنا ما عندي فراغ حتى أفكر بالخوف. يعني هذا نذر نفسه ووجوده ووقته كله لله عز وجل رضوان الله تعالى. لذلك خرجت هذه الآثار العظيمة من صلاة جمعة، من مؤلفات، من مواقف شجاعة، من مواقف جريئة وشجاعة وعلم. لذلك أنا جبت هذا الحديث، قال أقرب الناس إلى النبوة يوم القيامة العلم والجهاد. فمن ناحية العلم تثنى له الوسادة، هو يقول أنا جمعت مدرسة السيد الخوئي، أساتذته السيد الخوئي، السيد محسن الحكيم، السيد الإمام الخميني الصدر الأول، يقول جمعت مدرسة الأصول والفقه في مدرسة السيد الخوئي والصدر الأول فخرجت بهذه الحصيلة، فأنا أقول بأعلميتي. قالها بجرأة وبشجاعة، لأن أنا كلما يجي عالم يضيف خطوة فيكون أكثر علما، يتعلم من أستاذه ثم يضيف خطوة، فهذا الناحية العلمية. أما جهاده فجهاده مما الحقيقة يعجز واحد عن بيانه وشجاعته ووقوفه هذا المشرف، إنه دعا الناس لتقوى الله، لعبادة الله، مرة يخاطب الأطباء، مرة يخاطب الغجر، ألف كتب في فقه الطب، في فقه الفضاء، في فقه العشائر، ما أحوجنا اليوم. يعني فقه العشائر اليوم إذا عشرتين تعاركين راحوا 10 أو 20 قتلة، أما المرجع لازم يقنن هذه القضية ويقف على لا أقل يطي مادة قانونية، مادة شرعية، فأعطى السيد فقه العشائر. فرضوان الله تعالى عليه وسلام الله عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم وقف وقفته الشجاعة والجريئة، وكأني به بلسان الحال لسان جده الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل. صارت عليه ضغوط كثيرة أنه أئمة الجمعة خلي يدعون الصدام، يعني ذاك اليوم يا أهل يتمكن أنه يطلع بتلفزيون أو خطيب رجل دين وما يدعو الصدام حسين. شرط عليهم، قالهم أنا أي شخص إمام جمعة يدعو الصدام يطلع، يجي واحد غيره يصلي. شوف هاي مو قضية سهلة، هاي في ذلك الوقت الخاشوقة حارة حامية. شرط عليهم هذا الشرط، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرارا العبيد. وقف وصمد وجاهد، وشوف يعني إضافة إلى العلم إضافة إلى الجهاد، استشهد هو ولديه رضوان الله تعالى عليهم ونال الشهادة. وقتله كما عبر عنها الحسين عليه السلام، قتلة كقتلة النبيين وأولاد النبيين سلام الله عليه. كان آخر عهده من الدنيا صلاة الجمعة، يوم الجمعة كان شهادته، يعني صلى الجمعة ثم استشهد، وبعد صلاة الجمعة كان مجلس الحسين في مكتبه
خرج من مجلس الحسين واستشهد. يعني جمع كم فضيلة في النجف جنب أمير المؤمنين وفي يوم الجمعة وآخر عهده صلاة الجمعة ومجلس الحسين اجتمعنا له، هاي مو صدفة. وهو كان يقول جمعهن في خطابه، قال إن صلاة الجمعة ونمشي إلى زيارة الحسين شوكة في عيون المستكبرين. جمعهن على الله في يوم الجمعة واستشهد رضوان الله تعالى عليه كما استشهد جده الحسين، تلقى وابلا من الرصاصات لما خرج من مكتبه، فضيقوا عليه الطريق الجلاوز البعثيين الصداميين. وهذا أيضا علامة للذي كما تكلم السيد اللي شكك بنوايا السيد، اليوم تبين أنه القتلة هم البعثيين، فكيف واحد يشكك بهذه النوايا؟ فضيقوا عليه الطريق ورموه بوابل من الرصاص فأصابت رصاصة رأسه الشريف، فاستشهد رضوان الله تعالى عليه وله أسوة بجده الحسين. إمام الحسين عليه السلام لما برزوا له واحد، يعني طريق الغيلة والغدر، برزوا له واحد واحد ما تمكنوا منه، قال إن في بين جنبيه روح علي بن أبي طالب، لو فرغ لكم عمر بن سعد صاحب الناس، لو فرغ لكم لا تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم. هذا في جنبه بين جنبيه روح علي بن أبي طالب، وذكرهم بحملات علي بن أبي طالب. قالوا له شاشين الحل ويا الحسين؟ قال افترقوا عليه فرق، فرقة بالسهام وفرقة بالرماح وفرقة بالسيوف وفرقة ترضخه بالحجارة، فأصاب حجر جبهته الشريفة، فلما سال الدم لطخ وجهه ولحيته وقال هكذا ألقى الله وأنا مخضوب علي دمي. أحسن، الشهيد بالرواية يحشر على الهيئة التي قتل فيها. ثم آجركم الله، أصابه سهم مثلث في قلبه الشريف، سهم مسموم، أراد الإمام الحسين أن يستخرجه ما تمكن، انحنى على قربوس فرس أخرجه من ظهره الشريف، فهوى إلى الأرض جريحا يقول الإمام الحجة في زيارة الناحية يا جيد حتى نكسوك عن جوادك، فهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها، فرشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك. النساء كيف عرفنا أن الإمام الحسين استشهد؟ الإمام الحجة يعبر عن هذه الحالة يقول ولما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا برزنا من الخدور على الوجوه لاطمات وبعد العز مذللات وإلى مصرعك مبادرات، فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى عليه بالرداء تظلل عن الشمس وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى تفديه وأخرى تقبل، أما لسان حال مولاتنا زينب يا بروح العزيز شلون ساجم
بهالشمس وعلى التربان نايم ثلاثة أيام عن الماي صايم أو تاليها يا أبو سكنها مطبر أنا وتقربت ليه وتقربت ليه سمعت أيوان وتقربت ليه ولقيت الولي متوسد يدي ولقيت 1900 جرح بيه يا جرح شد يا جرح خلي يشيق للإمام خويا كل جرح بعضا يعوفي بس جرح اللي بقلبي عينك عليه يقول الإمام السجاد بتنا ليلة 11 ولا خيمة تلمنا وتجاكذا على في الصحراء أكثر من 90 يتيم ويتيمة في عهدة العقيلة زينب هذا يصيح عم وين عمي وهذا يصيح فارقني ابن امي يزيد بلاعتي ويزيد وني عليلك من يدير العلي يقول هومت عيناها رأت سوادا مقبلا من جهة الكوفة قالت ايها السوادة ان كنت تريدين ترويعنا فنحن مروعات وان كنت تريدين تسليبنا فنحن مسلبات قال لها بني زينب انا ابوك علي جئت للحراسة هذه الليلة تقل ابويا ليش للساع راح وحرمكم نهب وضياع انا ردتك تجي لحسين فزاع لما دارت علي اصابين قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض عن الأقذاء أجفانا اللهم إنا نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصاره والمستشهدين بين يديه اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها اللهم انصر الإسلام والمسلمين أذل المنافقين أيد حماة الدين انصر شيعة أمير المؤمنين المؤسسون لهذا المجلس اللهم احفظهم وبارك لهم واجعل هذا البيت بيتا مباركا بذكر النبي وآل النبي وإلى أمواتهم وأموات موت الحاضرين والسامعين وموتاي وموت المؤمنين جميعا وبالخصوص إلى روح الشهيد السعيد آية الله العظمى محمد صادق الصدر ونجليه الشهيدين السعيدين وإلى سائر شهداء الإسلام رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد هذا وين يصير؟ نزل اثنين.